مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم ما 31 درجة مئوية، الملموسة أيضا 31، الرطوبة حوالي 66%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة ليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، تكون الأجواء حارة بشكل عام، سكاكا 40 إلى 27، تبوك أتربة مثارمة 40 إلى 24 درجة مئوية، أما عرعر 41 إلى 25 درجة مئوية. نذهب الآن نحو المدينة المنورة مع فرصة لزخاتر عديدة من الأمطار، حيث تتأثر هذه المناطق بأحوال جوية غير مستقرة، 42 إلى 31 درجة مئوية، تفرق بعض الغيوم في جدة مع 34 إلى 32 درجة مئوية، مكة المكرمة 41 إلى 31، والطائف أحوال جوية غير مستقرة وفرصة لزخاتر عديدة من الأمطار مع 33 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، أبها 31 إلى 19 درجة مئوية، الباحة 30 إلى 19، وجازان 38 إلى 30 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي مع 41 إلى 33 درجة مئوية، الإحساء طقس شديد الحرارة مع 45 إلى 28 درجة مئوية، أما حفر الباطن 44 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 43 إلى 32، أما بريدة رياح نشطة وأتربة مثارة مع 42 إلى 33 درجة مئوية، وأحوال جوية غير مستقرة في حائل مع فرصة لزخات من رعدية من الأمطار مع 39 إلى 27 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.